نواصل مع التمرين 38. التمرين 38، ملاحظة عن هذا التمرين: يمكن إنجاز هذا التمرين شفويا. لاحظ معي كيف، لاحظ معي كيف نوجد التمرين شفويا. الإكس ملتصق معه السبعة، نضرب الطرفين في السبعة، نضرب هذا في سبعة ونضرب هذا في سبعة، أختزل السبعة مع السبعة يبقى إكس فقط، ماذا يساوي؟ 77. إذن الحل الأول هو 77. أما الثانية، أقلب الإكس، أقلب هذا الكسر، أقلبه وأقلب هنا، هذا على واحد، عندما يقلب ماذا يصبح؟ يصبح 1/3، يصبح 1/3. إذن يصبح إكس على 21 يساوي 1/3. ونتعامل مثل هذا، نضرب الطرفين في 21، في 21 نضرب الطرفين في 21، الواحد والعشرون تقسيم 3 تساوي 7، إذا إكس يساوي 7، هنا إكس يساوي 7، هنا 7 وهنا 77 فقط. نستطيع أن نكتب، نستطيع أن نكتب هنا ماذا كتبنا؟ إكس على 7، أظهر الواحد، أضرب في 7، أختزل 7 من 7 وتبقى 77. طبعا توجد أفكار أخرى، وهنا هذا كسر وهذا أجعله كسر، أقلب هذا وأقلب هذا تصبح هكذا. نضرب الطرفين في 21، 21 تقسيم 3 تساوي 7، تساوي 7. انتهى حل التمرين، انتهى حل التمرين.